بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في هذا الشهر الفضيل، كيف نقوي ثقتنا بالله عز وجل؟ أحبتي في الله، لا تتسابقوا على قراءة القرآن فقط أو كثرة الصلاة. هذه العبادات الهدف منها تهذيب النفس، الهدف منها أن تكون واثقا بالله عز وجل. إنسان يقرأ القرآن ليلا نهارا، ثم عندما يضيق رزقه يقول: يا رب، ماذا فعلت لتضيق علي رزقي؟ والله أيها الأحبة، هذا لم يفقه شيئا في القرآن. أقول لكم بصراحة، قراءة القرآن هدفها أن تعرف من هو الله، تثق بالله، تظن بالله الظن الحسن. الثقة بالله أيها الأحبة. الأنبياء لماذا استحقوا هذه المنازل العالية؟ بسبب ثقتهم القوية جدا بالله سبحانه وتعالى. الثقة بالله هي الطاقة المحركة التي تساعدك على النجاح والتغلب على مشاكلك والحياة السعيدة المطمئنة. الثقة بالله. نحن للأسف نظن أن الإسلام هو عبارة عن شعائر وعبادات وممارسات وشكل خارجي فقط. لا يا أحبتي في الله، الإسلام معظمه هو عبارة عن أن ترضي الله وتثق بالله، ويكون ظنك بالله ظنا حسنا، وتكون واثقا من وعد الله. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، أن تستيقن أنك ستقف أمام الله عز وجل. هذا اليقين أيها الأحبة لا يأتي نتيجة كثرة قراءة القرآن من دون تدبر. لذلك أنا أقول دائما، لم يطلب منا القرآن أن نحفظه ونكرره. اقرأوا القرآن كامل. أفلا يتدبرون القرآن؟ لا يوجد في القرآن أفلا يقرؤون القرآن أو أفلا يحفظون القرآن، أفلا يتدبرون. الحفظ، حفظ القرآن أيها الأحبة، على الرغم من أهميته، ولكن هو مرحلة أولى على طريق التدبر. التدبر هو الذي يعرفك بالخالق، هو الذي يقوم سلوكك. أنا أذهب إلى الصلاة فأجد أناس يلتزمون بالصلاة أكثر مني وأكثر من أي شخص، ويلتزم بالمظهر الخارجي أكثر من أي شخص، ويلتزم بكل شيء، ثم يأكل الربا. طيب، ما هي فائدة هذه الشعائر؟ أنا أريد منك أخي الحبيب أن تستغل هذا الشهر الكريم لتحدث تغييرا في نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا استجاب الله دعاء سيدنا زكريا مثال؟ لماذا استجاب دعاءه؟ مع العلم أنه شيخ كبير، رب إني وهن العظم مني، عظامه رقيقة ضعيفة، واشتعل الرأس شيبا، رجل عجوز. على الرغم من ذلك أكرمه الله بالولد، وكان معجزة أن امرأته أنجبت سيدنا يحيى عليه السلام. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أحدنا اليوم يدعو ليلا نهارا لا يستجاب له، لماذا؟ يعني يجب أن نفكر أيها الأحبة. القضية قضية ثقة
بالله فقط. نحن اليوم ندعو ولكن لا نثق بالله، نثق بأي شيء أكثر من الله، والدليل على ذلك سلوكنا اليوم. إذا أصابك أي مكروه تخاف، فيروس كورونا هذه المعلومة الضعيفة التي أرسلها الله على الأرض أرعبت الناس. طب أين الثقة بالله؟ الله هو الذي يحرك الكون أيها الأحبة، الله هو الذي يحرك كل ذرة في جسدي، يحرك العالم كله، الكون كله الله هو الذي يحركه. لا تتحرك ذرة إلا بأمر الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا الأمر أحبتي في الله ضروري جدا. رجاء لا تظن أن الله يعطيك الأجر على قدر عدد الركعات التي تصليها أو عدد الصفحات التي تقرأها، لا. اقرأ آية واحدة واستيقن بها تماما، خير من أن تقرأ القرآن دون أن تفهم شيئا، مجرد تكرار. لذلك يجب أن نستغل هذا الشهر الفضيل لنغير ما بأنفسنا. الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يجب أن تحصل على التغيير في النفس. كيف أغير ما في نفسي؟ أن أثق بالله. كيف أثق بالله؟ يجب أن أقرأ هذا القرآن قراءة الواثق بكلام الله. يعني مثال أعطيكم أيها الأحبة، نبدأ بعد سورة الفاتحة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه أول صفة، هدى للمتقين. طب هل اهتديت أنا بهذا القرآن؟ هل عندما أكذب أتذكر أن الله يقول ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة؟ هل أتذكر قول الله وأمره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ طيب أنا لماذا أخالف هذه الآية وأكذب؟ إذن القرآن ليس هدى بالنسبة لي، إذن أنا لست من المتقين. هذا مدلول الآية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا لم يهدك القرآن إلى الطريق الصحيح، إذن أنت لست من المتقين. معادلة بسيطة أيها الأحبة، لا تحتاج إلى. طيب، الذين يؤمنون بالغيب، هل تؤمن بالغيب؟ هل تؤمن أن رزقك في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ هل حقيقة أنت تؤمن أن الله قادر أن يرزقك مهما كانت الظروف ومهما كان حالك قادر؟ هل أنت تثق فعلا أن الله قادر أن يحل مشكلتك؟ أنت بينك وبين نفسك فكر، عندما تعترضك مشكلة لمن تلجأ أول شيء؟ هل تلجأ لله أم تلجأ لعباد الله؟ هذا هو مقياس الثقة أيها الأحبة. طيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سلوكنا نحن اليوم أيها الأحبة يدل على أننا ليس لدينا ثقة بالآخرة. كل واحد يطبق على نفسه هذه القاعدة. أنت واثق أن الآخرة قريبة؟ هل واثق أن الموت قريب منك؟ إذا لماذا تعمل للدنيا بهذا الشكل؟ لماذا تندفع باتجاه الدنيا وتنسى الآخرة؟ الذي يستيقن بالآخرة كل لحظة من لحظاته يعيشها من أجل الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. انظروا إلى سلوك الناس اليوم أيها الأحبة المسلمين، تجد
الجار لا يحب الخير لجاره، هل هذا يستيقن بالآخرة؟ فقط أنت أعمل اختبار عليك وعلى أهلك وأقربائك ومن حولك، فقط أعمل اختبار بسيط جدا وانظر كم واحد ممن حولك يحب لك الخير أكثر من نفسه. أنا أشك أنك تكاد تجد واحد يحب لك الخير أكثر مما يحب لنفسه. إذن أين قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ أين هذا الذي يؤثرك على نفسه؟ نحن نرى عندما يعني إنسان يريد أن يكسب شيء ويتهافت الناس على هذا الشيء، الكل يريد أن يكسب لنفسه، لا أحد يضحي، لا نقول نضحي، يؤثر. القضية ليس فيها تضحية، فيها إيثار. أين الإيثار اليوم؟ ويؤثرون على أنفسهم. طيب أين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ والأخ هنا مفهوم واسع جدا أيها الأحبة، تبدأ بالأخوة البيولوجية، يعني أخوك ابن أمك وأبيك، ثم تتوسع نحو أخوة الإيمان والإسلام، أخوة الدين، ويمكن أن تتوسع أخوة الوطن، أخوة الإنسانية. فالمؤمن يجب أن يحب الخير لكل الناس، حتى الملحد يجب أن تحب له الخير وتحرص على هدايته. لا تكره ملحدا، أنا أكره سلوكه، أكره عقيدته الفاسدة، أما هو كشخص أنا أحب له الخير، أحب أن يهديه الله. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالنبي كان يحب الخير حتى لأعدائه، هكذا أنا أفهم هذه الآيات. أما عندما نرى كل واحد يعمل لمصلحته الشخصية، وكل واحد لا يحب الخير للآخر، وكل واحد يعني يقول أنا، اختفى فعل الخير، اختفى الإيثار، اختفت الثقة بين الناس، اختفت اختفت اختفت، ثم تقول لي نحن نؤمن بالقرآن؟ لا، القرآن لم يهدني ولم يهدك، إذن أنت لست من المتقين. هدى للمتقين وبالآخرة هم يوقنون، كيف أعلم أنني مؤمن بهذا القرآن؟ هل أنا مستيقن بالآخرة؟ سأعطيك تجربة بسيطة، كل واحد منا لديه انفعالات نفسية وغضب. إذا أساء إليك أحد، زوجتك أو أساء لك زوجك أو جارك أو إنسان لا تعرفه أساء إليك، هل أنت بينك وبين نفسك فكر، يعني هل أنت تتسامح وتصبر ابتغاء وجه الله وتعفو كما أراد الله منك أن تفعل ذلك؟ إذا كنت تغضب وتقول يعني تنفعل وتغضب وكذا وكذا، إذن أنت خارج هذه الآيات. وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإذن أخي الحبيب، موضوع الثقة بالله موضوع لا يتأتى ولا يأتي إلا نتيجة تدبر آيات القرآن وتطبيقها عمليا. أنا عندما أسمع آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأسمع آية أخرى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم،
يستحيل أن أكذب بعد استماعي، بعد فهمي لهذه الآية. معاملاتنا اليوم أيها الأحبة معظمها قائم على الكذب بنسبة كبيرة جدا، ونحن لا نشعر، أصبح نظام يومي هذا الكذب في حياتنا. جرب أن تمتنع بنسبة 100% عن الكذب، جرب. ستقول المجتمع فاسد، إذن أنت تسير مع هذا الفساد. المجتمع لن ينفعك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ستدخل قبرك وحيدا، وستبعث وحيدا، وستقف أمام الله وحيدا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وليس لغيره، ومن ضل فإنما يضل عليه، على هذه النفس. إذن أخي الحبيب، كيف أقوي ثقتي بالله؟ يجب أن أقرأ القرآن قراءة أنا أسميها قراءة تدبرية. كلما توقفت مع آية أفكر ماذا طلب الله مني في هذه الآية. كلما توقفت مع حديث نبوي أفكر ماذا أمرني النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة. يعني مثلا إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله. أنا أبلغك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. النبي يقول لك إياك، تحذير، إياك أن تكثر الكلام بغير ذكر الله، لأن قلبك سيقسو وسيبتعد عن الله عز وجل. أنت طوال النهار تتحدث حديث فارغ لا فائدة منه، الغلاء والوباء والأحداث والسياسة وكذا وكذا وهموم، طوال النهار تخرج هذه الكلمات، والتي ستسجل عليك على فكرة يعني، وستقرأها يوم القيامة. يعني يجب أن تضع في دماغك أن الكلمة التي أقرأها أنا الآن أو الكلمة التي تخرج من فمي لم تذهب هباء منثورا، لا، سجلت. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كل كلمة تخرج تسجل، وسأجدها في كتاب أقرأه بنفسي وأحاسب نفسي يوم القيامة. طيب، هذه التعاليم التي أعطاني إياها القرآن. خذ حديث واحد، أنا أريدك أن تطبق حديث واحد فقط من أحاديث النبي وآية واحدة فقط، وتدرك كم ستجد من صعوبة. لماذا؟ لأنك لم تتعود على تطبيق الإسلام الحقيقي الذي يريده الله، وليس الإسلام الشكلي. نحن نطبق الإسلام شكليا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جرب أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك، جرب. وهنا أخيه كما قلت لك تشمل كل من حولك. طبق هذا الحديث، ثم طبق آية قرآنية أو جزء من آية قرآنية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أريدك وأنت في حالة الضيق أن تشعر بغيرك وتفضله عليك، على نفسك. طبعا هذا الأمر كلنا نقول نعم نحن نفعل ذلك، ولكن أثناء التطبيق العملي الكل يفشل أو معظمنا يفشل. لذلك أحبتي في الله، أفضل طريقة لتقوي ثقتك بالله أن تطبق ما جاء في القرآن الكريم وفي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام.
كل آية تقرأها طبقها كما هي، كل آية تقرأها طبق ما فيها كما أمرك الله بها. في البداية ستجد صعوبة، ولكن مع الزمن ستجد لذة. وأنا أعطيك 4 أو 5 قواعد أساسية. أول شيء الصدق. الصدق هو مفتاح الثقة بالله. لن تثق بالله إذا لم تكن صادقا، والله لن يعطيك الثقة به إلا إذا كنت صادقا معه أولا ومع الناس ثانيا. الصدق أيها الأحبة. الشيء الثاني العفو والتسامح. الشيء الثالث حب الخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله يحب العفو، يحب. عندما أمنع العفو أنا أمنعه عن نفسي، وأمنع عن نفسي محبة الله. إذن أخي الحبيب، القضية بسيطة جدا جدا جدا، وهي قضية نفسية أكثر منها قضية مادية. اجلس بينك وبين نفسك وقل: أنا سأغير نفسي منذ هذه اللحظة وأكون صادقا تماما، لا أغش، لا أخدع، لا أكذب، صدق. والله أنا بنظري يكفي الصدق. إذا استطعت أن تكون صادقا هذا أمر رائع جدا، يعني إذا استطعت أن تكون كذلك. قلنا الصدق والعفو، العفو والتسامح، حب الخير للآخرين، يعني هذه 3 أشياء تقوي ثقتك بالله، تقوي بها ثقتك بالله. الشيء الرابع أن تطبق ما جاء في القرآن. ماذا أمرك الله؟ طبق. ماذا أمرك النبي؟ طبق. انتهى الأمر بكل بساطة. إذن يعني في ختام هذا اللقاء أخي الحبيب، موضوع الثقة بالله هو كلمة السر في استجابة الدعاء، هو كلمة السر في السعادة الحقيقية، الثقة بالله. والقرآن يسميه الظن الحسن، يعني القرآن يتحدث عن الظن الحسن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أن تظن في كل لحظة أنك ستقف أمام الله، هذا اللقاء قريب، يعني أن تتشوق للقاء الله، هذا يعطيك ثقة كبيرة بالله. أن تتخيل كل يوم أن لقاء الله قريب، فتبدأ تحدث نفسك: ماذا سأقول للملك سبحانه وتعالى؟ كيف سأقف بين يدي الله عندما يسألني عن القرآن؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ماذا سأفعل بين يدي الله؟ ماذا سأفعل عندما أجد كتابي أمامي فيه كل شيء، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله أخي الحبيب ستجد في هذا الكتاب كل فكرة خطرت برأسك موجودة، كل همسة، كل كلمة تكلمتها موجودة، ستجدها مكتوبة أمامك. هناك حالة جميلة جدا في القرآن، أن الله يمحو ما يشاء ويثبت. الله يمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات،
إذا كان لديك أقوال فاحشة وكذب وأقوال أنت لا تحب لأحد أن يراها ولا تحب أن تراها أنت يوم القيامة أو تنظر إليها، أكثر من الحسنات، هذه الحسنات ستذهب السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، الله يمحو هذه السيئات بسهولة بمجرد أن تتوب إلى الله. التوبة تمحو هذه السيئات ويسجل مكانها حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. أسأله سبحانه وتعالى أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يرزقنا حسن الظن به والثقة به سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.